يعني فعليا كل شيء صار مرتبط بالانترنت، وزي ما بيحكوا منعيش ومنشوف، عمالنا بنسمع عن التطبيب عن بعد، يعني صار في ممكن إجراء عمليات جراحية عن بعد. فرح قديه هذا الموضوع غريب، وبنفس الوقت الشخص لازم يواكب هاي التطورات. صحيح. الانترنت حاجتها كتير كبيرة، ميزاتها عالية، ولكن بالمقابل في لها مساوئ. بفترة الكورونا زادت احتياجاتنا وطريقة تعاملنا بموضوع الشراء الإلكتروني، وبالتالي زادت مخاطره، وفي ناس وقعت بعملية أو تحت عملية احتيال. نحكي عن هذا الموضوع أكثر. يسعدنا استضافة مهندس محمد الخريشة، مختص أمن المعلومات. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية يا رب. صباح الخير، كيفك؟ كيف أصبحت اليوم؟ الحمد لله، من الله بألف خير. سعيدين بوجودك. وأنا أسعد. الموضوع في ناس كتير تغفل عنه بجوز، وما بتعرف إنه خلينا نحكي البطاقات الائتمانية مش دائما محمية، أو إنه ما ممكن تتعرض لأي خطر اختراق. فبنحب نسمع منك إيش المخاطر اللي ممكن الشخص يتعرض لها. المخاطر شغلتين، أهم يعني أهم مخاطر اللي هي أول شيء اللي هي إنه ممكن أنت تدخل معلوماتك بمواقع غير آمنة، مواقع ممكن تشتري بشغلة وتدخل بطاقة الفيزا كارد تبعتك أو الكريدت كارد أو الأكاونت تبعك إذا على الباي بال مثلاً بدك تشتري شغلة، فممكن هذا الموقع نفسه ما يكونش آمن، يعني موقع مش موثوق للتجارة منه. هذا أول شيء. ثاني شيء، أنت ممكن برضو المواقع هاي ممكن بتجمع عنك معلومات، بتاخذ رقم تليفونك، اسمك، ايميلك، تاريخ ميلادك، معلومات كثير منك. هاي المواقع قد تكون ايضا غير امنه، بمعنى انه ممكن واحد يخترقها وبالتالي يسرق هاي المعلومات، بعدين يستغل هاي المعلومات عشان يتصل فيك. ممكن لاحظت الفترات الماضيه كثير من الناس ممكن بتم الاتصال معهم، انت فلان الفلاني، انت مشترك بالبنك الفلاني، عندك كذا. فلما انت واحد يحكي معك ويعطيك معلومات هي اصلا صحيحه، حاصل عليها بطريقة أو بأخرى من مواقع تم اختراقها، نعم، فممكن يقول لك والله راح تيجيك الآن كود، الكود هذا اعطيني إياه عشان نفعل لك الخدمة الفلانية بالبنك. في ناس كثير، وبعرف أشخاص سواء بالأردن أو بغير الأردن، في واحدة من يومين 200,000 جنيه مصري سجلت فيديو انخدعت بهاي الطريقة، إنه تم سرقة من الفلوس من البنك تبعها بسبب مخترقين أو يعني مخادعين يتصلوا معها. فهي أبرز يعني أبرز المخاطر اللي ممكن أنت توقع فيها. نعم. طيب مهندس، بدي أسألك سؤال. بما أن إحنا مثل ما حكينا جائحة كورونا، وعندنا كمان التسوق الإلكتروني أو نقول الشراء الإلكتروني عمل ثورة كتير رهيبة، والناس صار في عليها إقبال أكتر مع كورونا، كيف أنا مثلا كشخص أو مثلا أحمد أو أي حدا بيقدر يعرف إنه هذا الموقع آمن أو غير آمن؟ شو الطريقة اللي نقدر نعرف فيها؟ تمام. أول شيء خلينا نحكي نيجي نرجع للسؤال الأول سألته، إنه الموقع نفسه ممكن هو بجمع عنك معلومات. طيب هسه في ستاندرد عالمية أو معايير عالمية بموضوع إنه أنت إذا بدك تقدم خدمة إنه الناس تشتري أو تدفع عن طريق الفيزا كارد أو الماستر كارد، في ستاندرد عالمي أو معيار عالمي بأي موقع أو أي شركة، البنوك والهاي بتتبعه، اللي هو اسمه PCIDSS. غالب المواقع هاي أنت زور الموقع وشوف هل هم حاصلين على الشهادة هاي، معتمدين، يعني بيكونوا حاطين اللوجو تبع الموقع هذا. هاي واحدة من اللي يعني الأمور اللي ممكن تعطيك انطباع مبدئي، لما موقع يكون حاط لك إنه أنا والله متبع الستاندرد العالمي أو المعيار العالمي الفلاني اللي هو مخصص للبطاقات الائتمانية والشراء عبر الإنترنت، فأنت متكون عارف إنه بنسبة كبيرة إنه والله هذا الموقع متبع الأبرز الأساليب وأبرز الطرق اللي وأهمها عشان تحمي البيانات تبعتك أثناء جمعها أو تخزينها عندهم. هذا أول شيء. ثاني شيء، بدك تتأكد إنه مش أي موقع برضه تشتري منه، يعني بدك تشوف إنه والله الريبيوتيشن تبع الموقع أو السمعة تبعت الموقع، مثلا أمازون، إي باي، أوكي بشتري منه، بس مش مواقع مثلا مش معروف مين الجهة اللي موليتها، أو نقول تاريخ التأسيس له، إنه متى هذا مثلا الموقع. مزبوط. يعني في معظم المواقع اللي بيستخدمه الأتاكر لحتى أو المخترقين لحتى يسرقوا الفلوس تكون يعني جديدة، يعني ممكن أشهر أو ممكن سنة أو أقل هي موجودة على الإنترنت. طبعا هاي المواقع إذا بعدين بيتم اكتشاف، يعني مش إنه بيقدر يظل لأبد الأبدين الدومين هذا، إذا تم اكتشاف إنه هم بيستخدموه بعمليات الاختراق أو تجميع البطاقات الائتمانية وسرقتها، نعم، بيتم عمل تيك داون له، إنه يعني بيسكروا الموقع، بيغلقوا الدومين نفسه، النطاق تبع الموقع بيتم حجزه، يعني أخذه ببطل لملك للجهة اللي حجزت الموقع. باشمهندس، بتشوف على موضوع المواقع الآمنة، بنشوف كتير مرات فيديوهات على السوشيال ميديا من أشخاص غير مختصين
بأغلب الأحوال يعني بالمناسبة، بحكي لك إذا الويب سايت ببلش ب HT كذا بهاي الأحرف فاشتغل وانت مطمن، هاي أمور صحيحة ولا هي هرطقات؟ هاي كنت أنا بدي أحكي عنها الآن. أوكي تفضل. هي كالتالي، أنت الآن لما تدخل على الإنترنت في بروتوكولات، بروتوكول يعني طريقة للتعامل بين المتصفح تبعك اللي أنت بتدخل من خلاله على الإنترنت أو التطبيق والسيرفرات تبعت الشركة اللي أنت بتتعامل معها. نعم. هسا البيانات لما تنتقل بروتوكول، في بيانات بتنتقل بشكل يعني مقروء، بمعنى إذا في واحد بالنص معك بيقدر يشوف. شركة الاتصالات على سبيل المثال، مثلا واحد معك بنفس الشبكة اللي أنت شابك معها، شابك مع واي فاي مثلا بكوفي شوب أو غيره، بيقدر يعرف البيانات إذا كان الموقع HTTP، يعني مكتوب HTTP مش نعم. أس الأس هاي انضافت إنه بحيث إنه البيانات اللي بين الشخصين أو بين الطرفين اللي هما المستخدم تبع التطبيق أو مستخدم الموقع والسيرفر بيتم تشفيرها. اللي هي سيكيورد. سيكيورد بيسموها SSL هي. هاي سيكيورد. الأس يعني تعني إنه أنا بدي أشفر البيانات بين الإند يوزر أو المستخدم اللي بدي يتصفح الموقع نعم. والسيرفر. هسا ما حدا بيقدر يفك يعني التشفير. ما حداش بيقدر يفك التشفير إلا الموقع نفسه اللي أنت بدك تحكي معه. يعني بدك تحكي مع موقع أمازون، أمازون هو فقط هو اللي بفك التشفير، لكن لا يعني إنه إذا الموقع اللي أنت بتدخل عليه HTTPS معناته هذا الموقع آمن. ليش؟ لأنه كثير هاي وعيولها، لأنه في وعيولها المخترقين من سنوات إنه بيعرفوا إنه الناس صارت تحط واحدة من المعايير إنه إذا HTTPS آمن. أوكي آمن، آمن بس من مين؟ مش من صاحب الموقع، آمن من الناس اللي بيني وبين الموقع، الناس اللي بغض النظر مين هم. نعم. بس الموقع نفسه ممكن في مواقع للمخترقين بيستخدموا HTTPS فعشان يعطوك انه والله انطباع مبدئي انه والله هذا الموقع آمن، بس لا يعني انه الاشي تتبقى. فما تطمن على الاخر. لا انت تطمن انه ما فيش حدا بيقدر يتنصت على الترافيك، بس الجهه اللي انت بدك تحكي معها صاحبه السيرفر او صاحبه الموقع، لا هاي البيانات عندها وبتقدر تعرف كل البيانات اللي انت بعثت لها اياها والامور هاي كلياتها. جميل جميل. طيب انا بدي اسالك سؤال، هلا بالسعوديه في عندهم منصه اسمها معروف، بيرجعوا لها المواطنين نقول اذا بدهم يعرفوا انه هذا الموقع امن او لا، او نشتري نحط بياناتنا يعني بيانات البطاقه الائتمانيه. عندنا بالاردن هل في منصه بقدر انه مثلا حكوميه او منصه تخليني اعرف هذا الموقع اوكي مسجل اذا انا بقدر استخدمه، مو مسجل لا هذا مش امن؟ ما اعتقد ذلك، بس يعني والله يعني شيء جميل انه تكون شيء زي هيك مبادرات سواء من المجتمع نفسه يعني الشباب والمجتمع يعني كذا، أو فكره جميله رأسنا. اكيد. وبرضه احنا يعني لا يعني خلينا نحكي انه احنا بعدنا بالاردن بعدنا يعني منحمي بموضوع امن المعلومات، بعدنا مش زي دول الخليج اللي عندها فلوس وعندها كذا ومتطور من سنوات كثيره بتدعم المواضيع هاي. عندنا الاردن يعني صار لنا تقريبا بجوز سنه او سنه ونص اللي هي الهيئه الوطنيه لامن المعلومات. صحيح. بس كمان في شيء وهذا جميل ويا رب انه ينتشر اكثر واكثر، اللي هي ربط الجامعات وتخصصات الجامعه بالامور المطلوبه حاليا. في شيء عم نشوفه وانا شفته من فتره، في جامعات بلشت تدشين زي ما بيحكوها تخصص الأمن السبراني، أعتقد جامعة الحسين التقنية، فإشي حلو بأنه عم زي ما تفضلت ما لنا غير سنة أو سنة ونص لسه منحمي زي ما حكيت، فبأنه مهم جدا ممكن نحمي المواطنين من أي اختراقات يكون في عنا هيك دفعات من الطلاب والخريجين بهذا التخصص لأهميته. لو بدي نحكي عن موضوع الاختراق بشمهندس، في شخص خلص وصل لقناعة أنه تم اختراق بطاقته، ما بعد الاختراق إيش ممكن نعمل؟ بدك تعرف أول شيء بطاقة تبعتك لمين، لأي بنك تابع، يعني أنت جايبها من أي بنك، الحساب تبعك اللي أنت بتشحن مثل بطاقة سواء كانت بريبايد أو أنه مع فعلها مع حسابك دايركت بشكل مباشر، يعني الحساب تبعك بترجع للبنك وتشوف أنه والله يا بنك أنه صار عندي 1-3-4-5. ممكن بعض البنوك بيكون في عندها إجراءات بروسس معين أنه إذا أنت العملية مش أنت اللي عملتها، حتى لو راحت الفلوس ببروتوكولات معينة يعني بأمور معينة ممكن أنهم يرجعوا الفلوس، ممكن ما بعرف يعني هاي إجراءات البنوك نفسها. ولكن الإشي عشان تحمي نفسك مستقبلا ترجع للبنك، حاول وقف البطاقة نفسها، وقف البطاقة، اصدر بطاقة جديدة، حاول شوف برضو كل بنك بيكون له زي تطبيق وهاي الأمور انه لما تيجي تشتري انت او واحد مثلا سرق البطاقة تبعتك بطريقة او اخرى او سرق البيان تبعتك نعم. بده يشتري بوصلك كود بنسميه TFA to verification code، انه
انشرب من البطاقة تبعتك ب 100 دينار مثلا، بيصلك كود ما بنسحب ال 100 دينار الا انت تاخذ الكود وتدخله بالموقع هذا او بالتطبيق الفلاني عشان تتاكد. هاي عشان يعني انه مش اي واحد تحصل على بيانات البطاقة تبعتك بطريقة او اخرى، ممكن فيزيكال انه والله المحفظة تبعتك فيها البطاقة اخذ صورها وراح يشتري خلص مش يقدر يشتري بشكل مباشر، او واحد اخترق موقع او خدعك بعث لك رسالة انه انا الموقع الفلاني بدي اياك تدخل البيانات تبعتك، دخلت انت البيانات وزودت فيها، فما بيقدر يشترم الا انه انت تتاكد بهذا هذا الموضوع. فهي واحدة من الامور اللي يفترض اي شخص عنده بطاقه او حسابات حتى بشكل عام على الانترنت انه يحمل الحساب تبعه مش بس بالباسورد، يحمل الحساب تبعه بالكود اللي هو تو ستيب فيريفيكيشن او تو فيريفيكيشن كود. طيب على برضه بنفس السياق، في اعتقاد موجود عند الناس انه اذا مثلا حدا تعرض للاختراق او تاخذ منه مبلغ هو مش عارف عنه، البنك او الويب سايت اللي شرى منه يتحمل المسؤوليه او بيرجع له. شو رايك بهذا الطرح؟ هو بيكون لا، حسب هو البنك ممكن بتحمل مسؤوليه واحده، انه في كثير بنوك للاسف بالعالم كله يعني ما بتوعي المستخدمين تبعينها بعمليات الاختراق، ما بتعطيهم والله بتبعث لهمش رسائل انه اعملوا الخطوات التاليه، ما بتعملوا مثلا والله اعلانات او كذا زي هيك انه توعيهم، او ما بيتصلوا معهم مثلا بيقول لهم لازم تفعلوا 1 2 3 4 5، او لما عمل الحساب تبعه بالبنك يقول له لازم عشان انت تكون اكبر قدر ممكن من الامان الحساب تبعك اعمل 1 2 3 4 5 وادخل فعل الامور التاليه. فما بوعي الناس، ما بيعملوش اويرنس بالموضوع هذا. في بنوك بتعمل هذا الامر، ولكن للاسف متى بعد ما زي ما بنحكي بالاردن توقع الفاس بالراس انه يتم يصير في عمليه كبيره جدا على بنك معين او عملاء بنك معين وتم سرقه البطاقات بتم الشراء. مسجات انه ما حدا يتراسل، صار وردنا انه في عمليه 1 3 4 5 لا تتفاعلوش لا تعملوا كذا زي هيك. صحيح بحس او مثلا رايي يعني انه ممكن الواحد يعمل او يصدر بطاقه ثانيه ما تكون الاساسيه تبعته اللي بيحط فيها مثلا نقول مبالغ كبيره او سقفها عالي، انه يستخدمها يعبي حسب ايش الشيء اللي بده يشتريه. مثلا انا بدي اشتري شغله ب $100 اعبي ب $100 واستخدمها عشان مثلا يعني هكروا اخذوا عملوا ما اتاثر. شغله ثانيه انه ممكن مثلا يمحوا البيانات البطاقه بس يخلصوا من موقعهم حاسينه مش موثوق. المشكلة انه يعني اذا الموقع مش موثوق وانت اشتريت منه وانت دخلت البيانات عليه، في بعض المواقع بتدخل بيانات، فانت ما بتعرف من وراء الكواليس عندهم شو بصير البيانات تبعتك، وين بتتخزن عندهم، وكيف مش وين بتتخزن، ممكن تتخزن اوكي بس كيف طريقة تخزينها، هل طريقة تخزينها امنة بيعمل تشفير له ولا غير. فانت ما بتعرف، فدائما وابدا اتاكد من الموقع اللي بتدخله. كمان ممكن انت البطاقة تبعتك ما تشتري عن تدخل البيانات تبعتها بشكل مباشر، تتعامل مع مواقع وسيطة زي باي بال مثلا. باي بال من اشهر المواقع على مستوى العالم كلياته، اللي انت بتضع بيانات البطاقة تبعتك ماستر كارد فيزا كارد او غيره بتربطها معه وبتصير عملية الشراء عن طريق الباي بال. الباي بال نفسه بعض الاحيان بيصير حتى لو تحول لك فلوس او حولت فلوس لناس بيقول لك الفلوس اون هولد، لازم الطرف الثاني اللي حول الفلوس ياكد لي. فانت بتقدر تبعث للباي بال خلال فترة معينة تقول لهم والله انا تحول من الحساب تبعي مثلا $1000 ولا $500، هذول مش انا اللي حولتهم رجع لي اياهم، فبرجع لك اياهم نفسهم. فهي واحدة من الامور ممكن واحد يتبعها عشان انه وسيط من الوسطاء الموثوقين زي باي بال بيعمل هاي الامور. حلو، يعني هيك انه نتفادى، هاي واحدة من الامور اللي ممكن نتفاداها عشان ما نوقع بهذا الخطا. مزبوط، وزي ما حكيت انت برضو انه البطاقه تبعت الشراء بالانترنت ما تكونش مربوطه بشكل مباشر مع الحساب. انا مثلا اذا بدي اشتري شيء في بنوك كثير بالاردن وخارج الاردن في بريبيد بتجيب بطاقه تشحنها. حتى لو ما عندك حساب بالبنك صحيح انت بتقول والله بتروح على البنك بتقول بدي اشحنها 200 دينار، انا الان بدي اشتري شغلات من الانترنت مثلا بقيمه 200 دينار، بروح بشحنها 200 دينار، باخذ عموله بسيطه بروح بشتري وخلص. فانا بكون ضامن حتى لو واحد حصل على البيانات تبعتي البطاقه تبعت فيها شي فلوس، واذا شكيت بعدين البطاقه فيها بروح بصدر بطاقه ثانيه وبروح على البنك بقول له وقف لي هاي البطاقه، والبطاقه هاي اصلا بتكون ذالد لمده سنه فقط يعني. فبعد سنه هي لحالها بتصير، ولو صار شيء يعني زي ما بنحكوها بتطلع باقل الخسائر للشخص 100%. مو دائما احنا بنحاول حتى بمجال امن المعلومات بشكل عام، انت يعني ما فيش إشي آمن 100%. ولكن أنت الأمور اللي بتطبقها عندك لحتى تحمي نفسك عشان يعني إذا وقعت الكارثة خلينا نسميه بتكون أقل الخسائر الممكنة وأسرع وقت إنك أنت تسترجع الوضع الطبيعي تبعك قبل ما صارت الكارثة هاي أو الاختراق. أنا برأيي يعني أهم إشي عند كل شخص فينا قرشة، عند القرش قرشنا عزيز علينا، خط أحمر بتلاقينا كنا مفتحين ولا ومركزين. مزبوط، ممكن تعطي بياناتك بأي بيانات إلك هاي بس الفلوس يعني مثلا ممكن واحد
عندي الفلوس مثلا بده يسحب الراتب بروح بسحب الفلوس من الاي تي ام، بس الاي تي ام فيها خدمه انه اذا بدك تودع فلوس تودع منها، ما حداش بودع نادر جدا ما تلاقي واحد بودع. ليش؟ لانه مش ضامن الفلوس تبعتي وين بتروح، لا بروح عند الشخص اللي موجود على الكاش وبعطيه وبعطيني ورقه انه خلص استلم الفلوس. فالفلوس هي يعني من الامور العزيزه على قلبنا. طيب مهندس، احنا عشان ضيق الوقت مبسوطين بحديثك يعني الموضوع اللي حكينا فيه بما انه احنا بجائحة كورونا اكيد رح يفيد ناس كتير. شكرا لتواجدك معنا ونتمنى نشوفك بحلقات قادمة ان شاء الله.